Number 15, Dongo Kamara. Number 16, Reda Hussein. Number 19, Sara Hussein. Number 20, Rana Muhammad. Number 22, Tua Kamil. Number 23, Layla Haytham. Number 25, Malak Ahmed. Number 33, Amina Atif. Number 40, Farah Hazem. Number 44, Shahda Ahmed. Number 70, Rawan Sayed. Official A, Muhammad Adil. Official B, Hisham Abdul Wahab. Official C, Muhammad Abdul Waris. Official D, Zainab Abdul Halim. Official E, Khalid Abdul Muati. And now, presenting Team Otuhu from Congo. Starting by the captain of the team, number 4, Yuma. Number 3, Gankama. Number 6, Domingo. Number 8, Akira. Number 10, Grass. Number 11, Marinette. Number 12, Yohubni. Number 13, Bayolo. Number 15, Okanzi. Number 16, Destiny. Number 17, Avela. Number 22, Nugolo. Number 23, Istila. Number 18, Yamba. Number 25, Buluku. Official A, Limbisi. Official E, Zuran. Official C, Maziko. And the referee of the match, Antonio and Gomez Jose from Angola. Technical delegate of the match, Bin Fatima Zohra from Algeria, Kolibali Nanga from Cote d'Ivoire. Supervisor of the match, Sumaya Abed from Tunisia. Representative of the cup, Mr. Yaoubi Dogbo. سيداتي أنستاذ سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلقكم الرياضي إيهاب رجب، ويسعدني أن أكون معكم في افتتاح وأولى لقاءات النادي الأهلي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رقم 39 والمقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي منظم البطولة اللي بيؤدي أولى لقاءاته قدام حضراتكم النهاردة في مواجهة مين؟ في مواجهة أوتوهو الكونغولي. فريق النادي الأهلي مشاهدينا الكرام يعني بيخش وبيدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ما حقق الثنائية هذا الموسم بحصوله على لقب الدوري والكأس في مسابقات السيدات، وبعد التدعيمات اللي عملها وقام بيها الجهاز الفني طبعا والمسؤولين في النادي الاهلي وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، تدعيمات لفريق النادي الاهلي اللي هنقول لحضراتكم على تشكيله والتدعيمات اللي حصلت سريعا كده. هنقول لحضراتكم على تشكيل الفرقتين. النادي الاهلي دعم بعدد في اللاعبه كامارا، دونجو كامارا السنغالية اللي هي كانت موجودة مع النادي اوريدي وبتلعب معاهم في منافسات الدوري المحلي، ثم أضاف صفقتين من أوروبا من مونتينيجرو، ماتيا بيلتكوزيتش وناتاشا كروفيتش من مونتينيجرو، اللاعبتين دوليات لاعبات في منتخب مونتينيجرو وبيمثلوا النادي الأهلي في هذه البطولة على سبيل الإعارة للتدعيم. وأيضا أمينة هشام رقم 4، نصر عيد رقم 10، منة الله سيد 12، وقلنا دونجو كامارا 15، غادة حسام 16، سارة حسام 19، رنا راضي 20، تؤى كامل
22، ليلى هيثم 23، ملك احمد 25، أمينة عاطف 33، فرح حازم 40، شهد الشوارب 44، روان سعيد 70. جهاز فني على رأس الإدارة الفنية والجهاز الفني كرئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي الكابتن ياسر لبيب، وأيضا المدير الفني الكابتن محمد عادل زولا، مدرب كابتن محمد عبد الوارث، ومساعد مدرب الكابتن هشام عبد الوهاب، وحراس مرمى الكابتن خالد عثمان. سريعا كده هنقول لحضراتكم أيضا على تشكيل فريق أوتوهو. جانكاما رقم 3، ويمكن إحنا استأنفنا اللقاء سريعا كده هو مع حضراتكم، ورمية الإرسال كانت مع فريق أوتوهو الكونغولي اللي بيرتدي الزي الأصفر على شمال حضراتكم في الشاشة، والنادي الأهلي بزيه التقليدي والمعروف طبعا على يمين الشاشة. مع سير اللقاء كده هنقول لحضراتكم على مين اللاعبات اللي بتمثل فريق أوتوهو، وتصدي رائع في أولى هجمات فريق أوتوهو، لكن غادة حسام في حراسة المرمى بتمنع الكرة من الوصول للشباك. مشاهدينا الكرام، النادي الأهلي أهو قدام حضراتكم أمينة هشام في الوينج ليفت، ورانا راضي في الباك ليفت، ودونجا كامارا في السنتر هاف، وليلى وادي تصويبه بقى على طول اهي من دونجا كامارا على طول، اولى اهداف اللقاء. زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي داخل هذا اللقاء وهذه البطوله بروح مرتفعه، وعايز يوصل الى اقصى محطات الوصول في هذه البطوله والمنافسه على كاس البطوله. رانا راضي والتصويبه، الجو جو، وتاني اهداف اللقاء. لاعبة رقم 20 اهي قدام حضراتكم، رنا راضي بتصوب من بره التسعة متر على يمين حارسة المرمى الهدف الثاني. وادي الكابتن محمد عبد الوارث والكابتن محمد عادل، الجهاز الفني للنادي الاهلي وتعليمات. لسه اللاعبات المحترفات ناتاشا وماتيا المونتينيجرو ما شفناهمش حتى الان، وادي اولى تصويبات بقى أوتوهو، تصويبه من الثبات بتخترق الكوره الدفاعات الاهلاويه وتوصل لشباك غاده حسام، ومعاها تاني اهداف، اول اهداف اللقاء لأوتوهو الكونغولي. وادي الاعاده اهي دونجا، بالرغم ان هي كان في اعاقه ودفاع قوي، طبعا احنا عارفين ان الفريق او كره اليد النسائيه في افريقيا بتمتاز بالقوه. وادي اهو تغيرات وتحركات كده هجوميه وتغيير خططي على الدايره. وادي رقم 70 بقى مين، روان سعيد بتحاول تخترق وبتستغل المهاره والخفه والفرديات اهي، لكن كان في دفاع قوي على الوجه والرقبه عن طريق اللاعبه رقم 10 جريس، اللي بتحصل على ايقاف لمده دقيقتين في اولى في اول ثلاث دقائق من زمن واحداث الشوط الاول. مشاهدينا الكرام، تاني دونجا وتمرر كره عرضيه تقطعها الدفاع وتوصل تاني الى مين، الى روان سعيد، لكن لسوء حظها بتصوب تصويبه كده ما كانتش بالقوه اللازمه، وتتصدى لها حارسه المرمى من فريق أوتوهو وتمنع الكره من الوصول لشباكها. ودونجا راجعه بتأدي واجبها الدفاعي في الناحيه العكسيه اللي هي ما بتدافعش فيها، يعني دونجا قدام حضراتكم مشاهدينا الكرام بتدافع في مركز واحد ناحيه الجناح الشمال الوينج ليفت. وادي تصويبه تاني، واضح واضح ان اللاعبه الباك ليفت لفريق أوتوهو هي متخصصة إطلاق قاذفات الأهداف، الجو جو والجو أرض والأرض أرض، اللي معاها الكرة هي قدام حضراتكم يمكن باين عليها القوة البدنية. وادي تالت تصويبة بقى وبتتصدى لها غادة، غادة حسام بكل ذكاء بتروح للكرة، وادي تمريرة برضو أسيست هايل عن طريق روان سعيد توصل على الدايرة لمين؟ لليلى هيثم، لكن تتصدى حارسة المرمى
وتمنع برضه هدف مؤكد ومحقق من الوصول الى الشباك عشان تحافظ على النتيجه 2 الاهلي 2 اوتوهو، وبنلعب في الدقيقه 5 مشاهدينا الكرام. تاني اوتوهو الجناح اليمين، ودلوقتي بتحاول تاني لكن حائط صد، بلوك هايل من دفاعات النادي الاهلي، ويقطعوا الكوره وتوصل لدونجا كامارا، وتستغل بقى ان المرمى خالي. وزي ما قلنا لحضراتكم على مدار لقاءاتنا عبر شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ان في حاله المرمى خالي نتيجه ان التغيير لما بيحصل ايقاف دقيقتين وبيخرج لاعب او لاعبه، فبيطلع المدير الفني او المدرب للفريق بيطلع حارس المرمى او حارس المرمى عشان ينزل لاعب في الحاله الهجوميه، فلو ضاعت الكره او حصل خطا بيبقى المرمى خالي والخطا بيكون غالي، وهو ده اللي حصل واستغلته دونجا كامارا فعلا واحرزت الهدف الثالث. تاني اللاعيبه اهي زي ما قلت لحضراتكم، يمكن هي الارقام بس فاتحه شويه فمش واضحه بالنسبه لفريق اوتوهو. بترد على طول مين؟ السنتر هاف وصانعه الالعاب، ودونجا رايحه بتحاول رقم 8 فريدن، احرزت ثالث اهداف اوتوهو وهدف التعديل والتعادل عشان تصبح النتيجه 3 الاهلي 3 اوتوهو. وبنلعب في بدايه الدقيقه 7 مشاهدينا الكرام. دونجا تاني ورايحه رانا راضي على النص، وطلع لها فريدن، ابتدى يغيروا في طريقتهم الدفاعيه، وامينه عاطف واولى بقى محاولاتها الهجوميه من الجناح اليمين من الوينج رايت امينه عاطف لاعبه النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، لكن احتسب طاقم التحكيم بن فاطمه من نيجيريا فاول عكسي على امينه، وبتترد هجمه سريعه عن طريق مين؟ عن طريق اللاعبه رقم 13 يولاندي، رقم 13 الجناح اليمين الوينج رايت، وتحرز اول تقدم الى اوتوهو عشان تصبح النتيجه 4 اوتوهو 3 النادي الاهلي. تاني روان سعيد بتحاول تخترق وتوصل الكره لرنا راضي اللي تلعبها للجناح الشمال لرقم 4 امينه هشام، وتوصل لرنا راضي في نص الملعب وتشوط من الثبات وتحرز باقتدار الهدف الرابع عشان يعادل النادي الاهلي النتيجه وتبقى 4 الاهلي. وادي ايه دونجو كامارا لرنا راضي حطت الدريبلايه ودخلت، واستغلت ان مفيش دفاعات طلعت قابلتها فصوبت من الثبات على شمال حارسه المرمى الهدف الرابع للنادي الاهلي. وادي تاني بتحاول الكره توصل للاعيبه رقم 8 على الدايره اكيرا فريدن اهي اللي واخده الكره دي ورايحه تلعب الرميه الحره، وكان في صدام بينها كده وبين دونجا كامارا، كوره من العاب الهوا بقى توصل الى قاذفه اهداف اوتوهو، تاخدها في الهوا وتعمل كوره بلمحه جماليه جميله، وادي روان وتخش وتحط الكرة من بين أقدام حارسة المرمى، لكن لسوء حظها برضو ترتضم بالعرض بالقائم وتمنعها من الوصول للشباك عشان تحافظ على تقدم أوتوهو 5-4 النادي الأهلي. أدي المدير الفني زوران باتينج ليلى والدفاع القوي اهي الاعاده اهي، وكانت داخله لكن ليلى عملت حاجه جميله جدا دفاعيه، ان هي ليلى كانت ماسكه السنتر فيرود لعيبه الدايره لفريق اوتوهو، ولما لقت ان الاتجاه الهجمه والكوره رايحه من ناحيه
مركز اثنين الدفاعي من ناحيه الباك رايت للنادي الاهلي، فعلى طول سلمتها لزبلتا وراحت غطت عليها ودفعت دفاع قوي جدا احرزت بيها، منعت خطورتها وبقى فاول ورميه حره وبدون ما يبقى فيها اي عقوبه، وهو ده الذكاء اللي بنتكلم عليه، الذكاء الدفاعي. نزلت دلوقتي رقم 17 من اوتوهو افيلي في مركز صانع الالعاب، وكله اهو تغييرات في المراكز وتحركات وتقاطعات، وعايزين الكوره توصل الى اللعيبه اللي بقول لحضراتكم اللي معاها الكوره، لكن يوصلوها على الدايره لرقم 8 فريدن اللي راجع قدام حضراتكم بعد ما احرزت ثاني الاهداف عشان يزيد من تقدم اوتوهو 6-4 النادي الاهلي. رانا راضي دونجا الى توا رانا، تصويبه تاني من رانا متخصصه اهداف النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي احرز 5 اهداف حتى الان مشاهدينا الكرام. رانا راضي احرزت 3 اهداف من الخمس اهداف بنسبه تصويب 100%، 3 تصويبات ب3 اهداف، واحده بالارتقاء واثنين من الثبات. تاني كوره تانيه عن طريق اللاعبه رقم 18 بليف اللي هي واضح ان هي القوه البدنيه القويه قوي، وادي كره توصل للجناح اليمين الوينج رايت، لكن دونجا كامارا قفل عليها ليولاندي ومنعتها من الوصول بالطريق السهل الى المرمى. تاني كره توصل الى يولين، وادي ليلى بكل ذكاء وبكل قوه اهي بتدافع على اللاعبه رقم 18 بلوكو بليفي، وغاده تعمل فاست بريك توصل الى مين؟ الى امينه هشام، ومعاها دفاع قوي من 13 يولاندي اللي رجعت، وارتداد دفاعي سريع جدا منعها من الوصول للشباك ومن احراز هدف التعديل والتعادل عشان تفضل النتيجه زي ما هي قدام حضراتكم مشاهدينا الكرام، 6 اوتوهو 5 الاهلي. نزلت دلوقتي اولى الصفقات ناتاشا الأوروبية لتدعيمات النادي الأهلي، ناتاشا ورايحة هتحاول تخترق لدونجا لأمينة عاطف لدونجا، لكن طلعتها لناتاشا لرنا راضي على الدايرة لليلى، تتقطع الكرة وياخدها دفاعات اوتوهو ورايحين فاست بريك سريع، برغم ان كانت راجعة دونجا كامارا بتحاول تعمل ارتداد دفاعي سريع ومنع الهجمة، لكن منعتها لكن كان فيها دفاع، وهذه اشاره من طاقم التحكيم النيجيري والكوت ديفواري كوليبالي وبن فاطمه، ويحصل اوتوهو على رميه جزائيه، رميه 7 امتار. مين بقى متخصص 7 امتار؟ لعبه رقم 11 اهي في مواجهه غاده حسام، تنجح مارينيت ورقم 13 عفوا يا يولاندي تحرز بيها الهدف السابع. ونزلت برضه اهي التدعيم الثاني والمحترفه الثانيه ماتيا في نص الملعب كصانعه العاب دلوقتي، ناتاشا رايحه، ناتاشا بتحاول تخش لكن فاول عكسي بذكاء بتحصل عليه. اللاعبه بليفي وتروح سريعه، لكن دفاع قوي من النادي الاهلي وتصويبه بره الثلاث خشبات وتبقى رميه مرمى تلعبها على طول غاده حسام. ماتيا دلوقتي في مركز صانع الالعاب كبلاي ميكر، على شمالها رنا راضي وعلى يمينها ناتاشا وامينه عاطف في الجناح اليمين الوينج رايت. رنا راضي ومحاوله الاختراق عن طريق ناتاشا، عن
وادي كرة على الدايرة الليلة من ماتيا لناتاشا. فاول عكسي لتاني مرة، تاني بذكاء برضو في تاني هجمة على التوالي. بتستغل الخبرات العالية اللي عندها اللاعبة رقم 18 بليفي. ونزلت دلوقتي اللاعبة رقم 4 في الباك رايت أو الظهير الأيمن يوما فيا، وتقع الكورة. وادي بلفي بتحاول تمرر الكرة على الدايرة للاعبة الدايرة رقم 8 أكيرا. تصويبة عكس حركتها خالص صانعة الألعاب رقم 17 أفيلي، تحرز على شمال غادة حسام الهدف الثالث. زاد الفارق إلى 3 أهداف. أني واحد أدي أهي طلعت مش هينفع دلوقتي بين الشوطين. وجينيا وحطت الدريبلايه وارتقت وحركت غاده حسام معاها وحطت الكوره على شمالها في الارض الى هدف الثاني. على الدايره لليلى وتستلم ليلى وتلف وتحصل على الرميه الجزائيه والايقاف لمده دقيقتين على اللاعبه رقم 8 فريدن. اهي كان فيها اعاقه قويه. يمبا تاني حارس المرمى، تلعب الرميه الجزائيه. ناتاشا تتصدى لها. يمبا داينا ولكن ترمها تاني وتعمل متابعه عليها تاني ناتاشا وتحطها في الشباك. الهدف السادس للنادي الاهلي. ابتدى الكابتن محمد عادل دلوقتي يغير في طريقه الدفاعيه الى 5-1 بيلعب مان تو مان. على اللاعبه القويه جدا وهذه كوره تانية حاولوا يعملوها رميه ارسال في المرمى نتيجه ان المرمى كان خالي. اهي شايفين الاعاده ان المنطقه 6 متر كانت فاضيه تقريبا نص الملعب كامل اللي ناحيه الليفت ده في دفاعات النادي الاهلي اللي ناحيه الشمال كان فاضي تماما. استغلوا النقص العددي لكن هم ما خدوش بالهم ان المدير الفني سحب حارس المرمى ونزل لاعيبه اضافيه. تاني بتخترق وبتتوغل وبتتعمق في عمق دفاعات النادي الاهلي اللاعبه رقم 6 اكفينا وتحرز بيها الهدف العاشر. ادي رنا راضي، روان لرنا راضي، لماتيا لرنا راضي، هتخش رنا وتخترق رنا وتصوب رنا الهدف السابع. ونزلت نصره دلوقتي ايه قدام حضراتكم قائد وكابتن فريق النادي الاهلي. حصل تغيير دلوقتي في فريق اوتوهو. كمل ونزل اللعيبه على الدايره اهو. لكن ليلى الحقيقه قافله لعيبه رقم 10. وادي نصره بتطلب منها ان هي تقوم يعني ما تضيعش وقت. وتحذير من طاقم التحكيم على طول كده. وادي تحركات في الخط الخلفي وتغيير في المراكز وتقاطعات بينهم هم الثلاثه. وتوصل الكره على الجناح اليمين الوينج رايت عن طريق يولاندي رقم 13 اهي اللي دخلت واحرزت وصوبت الهدف ال 11. اهي الاعاده وراحت لها الكوره نتيجه ان الدفاع الاهلاوي ماتيا كانت ضامه قوي وسايبه مساحه كبيره للجناح ان هي تخش منها. ماتيا لرنا راضي والدفاع تاني قوي. ناتاشا رنا راضي اللي جت في نص الملعب وماتيا راحت في الباك ليفت.
وتحاول تجري بقى نتاشا وتقطع وتسيب الدفاع وتنزل على الدايرة وتستلم الاسيست من رنا راضي، لكن الكرة تقع من ايدها برضو ما استلمتهاش واصبحت ستيل او هجمة مقطوعة من النادي الاهلي وترتد هجمة على مهلهم فريق اوتوهو كونغولي خالص. وهنشوف يا ترى الكابتن محمد عادل هيبقى ايه تعليماته وتوجيهاته لفريقه. نصرة تقطع الكرة وتروح لأمينة اللي رايحة أمينة لوحدها وتصوب أمينة وتحرز الهدف الثامن من فاست بريك سريع. أمينة عاطف ايه رقم 33 خدت الكرة وراحت وخدت الخطوات بتاعتها واسعة وخدت الدفاع في ظهرها عشان ما يبقاش فيها أي إعاقة ولا أي حاجة. وآدي كابتن محمد عادل وتعليماته زولا وتوجيهاته لفريقه ان ما يبقاش فيه ضم قوي وخصوصا بالنسبه للاجنحه. تصويبه تاني عن طريق اللاعبه رقم 6 اجوينا ماتيا، وماتيا تدخل الكوره لروان وروان تصوب الكوره لكن تتصدى حارسه المرمى وتيجي في كوره في وجه حارسه المرمى وكان في دفاع قوي هنا على الوجه اهي شايفين الاعاده عن طريق يعني الصخره الكونغوليه رقم 18 اهي اللي قدام حضراتكم. وادي حارسة المرمى رقم 22 نجولو بلاو نيجولو. الكرة لما اللعب توقف كان النادي الاهلي نجح ان هو يقطع الهجمة المرتدة اللي كان بيحاول يعملها فريق اوتو. تاني دونجا نزلت في نص الملعب وتصويبة عن طريق مين؟ عن طريق روان سعيد اللي بتلعب دلوقتي في الباك اليمين الباك رايت الظهير الايمن. روان سعيد رقم 70. دونجا كامارا في نص الملعب لروان تاني، هتحاول روان تعدي وتنزل الكوره على الدايره اليمين ل 44 شاهد الشواربي اللي نزلت دلوقتي على السنتر فيرويد. وادي دونجا والاختراق ودونجا والتصويب دونجا والتهديف 12 اوتوهو 9 النادي الاهلي. وبنلعب في الدقيقه 21 مشاهدينا الكرام. وادي الاعاده اهي استغلت التقدم واستغلت حركتها ودخلت ما بين 2 و3 مركز 2 و3 الدفاعي لاوتوهو اللي هيحاول تاني اهي زي ما بقول لحضراتكم قاذفه اهداف اللي جت ثابت الباك ليفت وجت في الباك رايت ثابت الظهير الايسر وجت في الظهير الايمن واصبحت هي اساسي اللعب. لكن لما بيطلع عليها مان بتقل خطوره الفريق اوتوهو نوعا ما، فبيبتدي بقيه عناصر الفرقه تبتدي تتحرك وتشتغل وزي ما شفنا احرزوا الهدف ال 13 دلوقتي. تاني دونجا كامارا، تاني التصويبات 13 اوتوهو 10 الاهلي. وازاي ما بنقول كده لا يفل الحديد الا الحديد، فهي الافريقيه عايزه افريقيه زيها. وادي دونجا كامارا بقى على طول القوه بالقوه والعين بالعين والبادي اظلم وفعلا بتحرز الهدف العاشر للنادي الاهلي. نلعب في الدقيقه 22 مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تاني كره بتحاول توصل على الدايره لكن بكل قوة أمينة عاطف بتقطع الكورة لكن كان معاها صفارة من طاقم التحكيم وفاول ورمية حرة من على خط التسعة متر. تغيير في المراكز وتحركات وتقاطعات وآدي في إيقافات كده قرارات احنا يعني مش عايزين نتكلم على التحكيم لكن قرارات يعني ما تستاهلش لأن كان فيها أهي دفاع عالي. يمكن لا الحقيقة عنده حق إن كانت شهد الشواربي
وهي بتدافع، وده دايما اللي بنقوله للاعباتنا ولاعبينا ناشئينا وناشئاتنا، اللي وانا بدافع لما اجي ادافع ما دافعش وافرد ايدي وانا بزق المدافع المهاجم على كامل امتدادها، يعني ايدي لو بقت مفروده تماما فكده تبقى فيها عقوبه وايقاف لمده دقيقتين، وده اللي حصل فعلا من شهر. تاني الكره توصل للجناح، ودلوقتي بتتصدى بقى مين؟ بتتصدى رقم 12 منة الله سيد اللي نزلت دلوقتي مكان غدا حسام، وفعلا قفلت بقى للاجنحه اهي، وبذكاء قعدت بره قرت وشافت تصويباتهم وشافت ادائهم ونزلت على طول مع الكابتن عادل على طول. زولا لما نزلها اريا الفرقه وحفظها وابتدت تتصدى للهجمات. تاني روان ودفاع قوي عن طريق اللاعبه رقم 4 يوما فيا دونجا لرنا راضي لروان، روان والتصويبه ليلى والمتابعه والدفاع ومنع الكوره ومنع ليلى من احراز الهدف لان كان في دفاع عليها، فكانت ليلى واقعه على الارض على 6 متر. وادي دونجا، لكن دونجا حاولت تنزل الكوره على الدايره لكن يقطعها الدفاع الكونغولي ويعملها هجمه مرتده تقع من ايديهم، ورانا راضي لدونجا وراحت دونجا واخترقت دونجا وحاولت تصوب، لكن ثلاثه بيدافعوا شايفين القوه مشاهدينا الكرام، رقم 13 ورقم 18 وايضا لعيبه من الناحيه الثانيه، يعني يولاندي بتدافع و18 بيلي، بس هنشوف الرميه الجزائيه رنا راضي والتصويب رنا والتعديل الهدف ال11 في شباك نوجولو الكونغوليه، 13 اوتوهو 11 الاهلي، الدقيقه 25 وصفاره وتايم اوت، وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني زوران باتينج لفريق اوتوهو. وادي كابتن زولا بيدي تعليماته وتوجيهاته لفرقته، وفي المعسكر الاصفر معسكر اوتوهو برضو مستر زوران بيدي التوجيهات. وادي اعادات بقى، يعني رنا راضي بالرغم ان كان فيها اشاره اللعب السلبي مرفوعه فكان لازم تصوب وصوبت واحرزت مجموعه من تصويبات واهداف رنا راضي كده اللي صوبتها، ادي التصويبتين اللي من الثبات وادي واحده من الارتقاء، ده كانت الثالثه، وادي واحده برضو من الثبات لما راحت من النص مش من مركز الباك ليفت او الظهير الايسر، ونهايه الوقت المستقطع التايم اوت اللي طلبه مستر زوران المدير الفني لفريق اوتوهو الكونغولي. وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا احنا قلنا لحضراتكم ان دي البطوله رقم 39، ابتدى النادي الاهلي دلوقتي يغير في طريقته الدفاعيه الى 3-2-1 دفاعيه، توصل الكرة على الجناح تاني وتخش تاني بكل ذكاء، بتوسع لنفسها وبتلعب الكرة بريست ايديها في الزاوية اليمين العليا لمنة، وادي دفاع قوي اهو برضو في دفاع قوي، وادي ايقاف لمدة دقيقتين طبعا، وفي اعتراض من مستر زوران انه بيقول له ان اللعبة هي نازلة بجسمها لعيبة النادي الاهلي دونجا، فقال لها ما تتحركيش معاه، وادي التوجيهات اهي شغلي دماغك، مش مطلوب ان انت تمسكيها، مطلوب ان انت تقفي وتتحركي بس معاه، هي اللي هتخبط فيكي عشان تبقى فاول عكسي على الهجوم الاهلاوي. ادي ملعب واقف لمسح ارضيه الماء الصاله عشان ما يحصلش اي اصابه ولا انزلاق ولا حاجه، وادي مسؤولين الاتحاد الافريقي وجانب من جمهور الكونغو، وطبعا
الجمهور ده هو جمهور جي اس كي، فريق الرجال اللي هيشارك في منافسات الرجال. وبتخش بقى روان دلوقتي وبتخترق وبتتوغل في عمق دفاعات الكونغولية وتحرز منها الهدف ال 12. لسه النادي الاهلي اهو ابتدى يلعب 5-1، رقابه لصيقه على مين؟ على قاذفه اهداف والرك لفريق اوتوهو بالفي. تاني بتحاول تعدي لكن نصره بكل قوه وكل رجوله تدافع عليها وتمنعها لتاني مره من الاختراق والتوغل في الدفاعات الاهلاويه. وطلع دلوقتي رقم 40 فرح حازم بتلعب الواحد المتقدم عشان وادي تقع الكره من ايديها، لكن يعني كان فيها دفعه واشاره اللعب السلبي مرفوعه وتقع تاني الكره للمره الثانيه من دومينوس وجينا ورانا. توصل الكره لمين؟ توصل الكره الى فرح حازم، لكن كان فيها تألق من حارسة المرمى. وحصل دلوقتي حاجة غريبة ان فريق اوتوهو بعد ما قطعت الكرة حارسة المرمى حصل دبل دريبل واتحسبت فاول على فريق اوتوهو، وعلى طول لعبوها الفريق الى دونجا كامارا فريق النادي الاهلي واحراز النادي الاهلي عشان يقلل الفارق الى هدف واحد. مشاهدينا الكرام، 13 الاهلي 14 اوتوهو، وادي جانب من جمهور النادي الاهلي اللي بيشجع فريقه ويقل الفارق الى هدف واحد. مشاهدينا الكرام، بعد ما وصل الى 4 اهداف نجح فريق النادي الاهلي ونجح الجهاز الفني. وادي منا بتتصدى بقى وتطلع الكره لدونجا، ودونجا هتديها لمين؟ لفرح. واضح ان فرح بقى عندها رهبه من الاختراق والدخول نتيجه تصدي حارسه المرمى اكتر من كوره منها، فلعبت الكوره على الدايره الى شهد، لكن شهد استلمت الكوره وكان فيها تلامس لخط ال6 متر فما احرزتش واتحسبت فاول على فريق النادي الاهلي. تصويبه من الجناح الشمال عن طريق اللعيبه رقم 11 الوينج ليفت لفريق اوتوهو ماريانيت، لكن بره ال3 خشبات وتبقى رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. تلعبها منا دونجا روان تيجي في نص الملعب وراحت دونجا على اليمين وروان تيجي من وراها هتحاول تخترق، لكن الدفاعات القوية بيطلب الحكم ان الكرة تتلعب الفاول من مكانه. روان لدونجا لرانا راضي، دونجا تاني هتصوب، دونجا تصوب وتتصدى جاكولين لوجولو ليه تصويب الدونجا كامارا وتبقى رمية مرمى يلعبها على طول فريق اوتوهو. اهي راحت الكرة الى قاذفة الاهداف، دفاع وقوة وتألق وارتداد دفاعي قوي. عن طريق الدفاعات الاهلوية تاني محاولة وصول الكرة على الدايرة، تقطعها نصرة تلعبها الأمينة رايحة لوحدها أمينة، هدف التعادل والتعديل، هدف التعادل والتعديل. 14 الأهلي 14 أوتوهو، وإحنا بنلعب في آخر دقيقة مشاهدينا الكرام من زمن وأحداث الشوط الأول. أهي أمينة رايحة استلمت
فاست بريك، هجوم خاطف سريع من موجه واحده، استلمت الكره وراحت بكل هدوء، بصت للمرمى وصوبت على شمال حارس المرمى الهدف ال14. هتحاول تصوب وتصوب بره المرمى، بره الثلاث خشبات. منا بتلم كورتها وفي صفاره والتايم اوت، وقت مستقطع بيطلبه زولا كابتن محمد عادل المدير الفني للنادي الاهلي، وادي الكابتن هشام عبد الوهاب المدرب المساعد في الجهاز الفني، وكابتن محمد عبد الوارث المدرب العام، وادي الكابتن عادل اهو بيقول لهم احنا متبقي، اكيد ده لسان حاله، متبقي 14 ثانيه على نهايه زمن واحداث الشوط الاول، وتعليماته طبعا في الهجمه دي انه عايز يخلصها في الشباك الكونغوليه في شباك اوتوهو عشان، وادي بقى جانب من الحضور الكابتن سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والسيده امال خليفه. الاتحاد الدولي مديرة مكتب الدكتور حسن مصطفى بالاتحاد الدولي. وادي استأنفنا اللقاء مع حضراتكم اهو، هنشوف هيخلص ازاي. وادي دونجا لروان لرنا راضي، راحت رنا وبتحاول تصوب رنا، لكن فاول ورمية حرة وصفارة معاها نهاية الشوط الأول، لكن يتبقى الرمية الحرة، يتبقى الرمية الحرة مشاهدينا الكرام. هل رنا راضي هتنجح في الوصول إلى الشباك وينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف، ولا هيبقى التعادل هو هو نتيجة الشوط الأول؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. تتلقى بالرمية الحرة، إشارة البدء وتصوب رنا، لكن حائط الصد البلوك معاها ويتصدى لها، تتصدى لها حارسة المرمى، ومعاها نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام بتعادل الفريقين 14 الأهلي 14 أوتوهو الكونغولي. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، استراحة قصيرة إن شاء الله ونعود لحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني. وينتقل الميكروفون الآن إلى الاستوديو التحليلي، فإلى هناك مشاهدينا الكرام. سيداتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى نلتقي بحضراتكم وأحداث الشوط الثاني من اللقاء الهام والمرتقب وأولى لقاءات سيدات النادي الأهلي في كأس الكؤوس الأفريقية للسيدات المقامة على صالة الأمير عبدالله الفيصل وملاعب النادي الأهلي بالجزيرة. انتهى الشوط الأول مشاهدينا الكرام بتعادل الفريقين، وقدر النادي الأهلي إن هو يعدل النتيجة بعد مكان التفوق والغلبة إلى أوتوهو الكونغولي، لكن استطاع النادي الأهلي إن هو يعدل النتيجة وينهي الشوط الأول بنتيجة التعادل 14 الأهلي 14 أوتوهو. في لقاءات أقيمت قبل هذا اللقاء، يمكن سبورتينج النادي سبورتينج السكندري المصري التقى واصطدم ببيترو أتلتيكو، وهو يعني من الفرق القوية جدا، واللي كان بيلعب السوبر كأس السوبر نهائي كأس السوبر فريتين أنجولا، وانتهى لصالح بيترو أتلتيكو 26 مقابل 20 سبورتينج. صافرة انطلاق الشوط الثاني مشاهدينا الكرام على بركة الله، واستأنفنا اللقاء ورمية الإرسال مع النادي الأهلي اللي ابتدى دلوقتي هيغير ويلعب ب طريقة هجومية تاني. دونجا كامارا توصل الكرة الروان، ومن روان بالاختراق بين واحد واثنين كده وتصوب على يمين حارسة المرمى في الزاوية العليا الهدف الخمستاشر، وهي الإعادة لمت دونجا الدفاع عليها، روان اخترقت واستغلت الثغرة اللي كانت موجودة في الدفاعات وأحرزت بيها الهدف الخمستاشر. تاني قلنا لحضراتكم واتكلمنا والزملاء في الاستوديو التحليل
الزميله مريم والكابتن ياسر صلاح والكابتن سلوى اتكلموا على نقاط القوه في الفريق الكونغولي. وادي الكوره يعني مش شايفين الكوره لان الهجمه اتنقلت، الكاميرا اتنقلت على الجمهور، وكانت الكوره اصطدمت بالعارضه، اهي تصويبه قويه اصطدمت بالعارضه وطلعت رجعت، حصل متابعه عليها قطعها، حاولت تقطعها روان لكن لعبتها باك هاند لورا كده بايديها ولمها الهجوم الكونغولي الهجوم اوتوهو، وبقت رميه جانب لصالح اوتوهو، لعبها على طول وصوبتها مين اللاعبه دلوقتي رقم 25 بلفي بولوكو، ومعاها هدف ال 15 لصالح اوتوهو، 15 الاهلي 15 اوتوهو. وانا شايف الكابتن زولا نزل ماتيا دلوقتي في منذ بدايه الشوط الاول الشوط الثاني عفوا في الباك الظهير الايمن الظهير الايسر الباك ليفت. روان سعيد هتحاول تخترق تاني وبتلعب كوره لدونجا، لكن الكوره بدفاع قوي عليها يمنعوها من ايصال الكوره لدونجا وتبقى في صفاره وفاول ورميه حره. روان جت في نص الملعب على شمالها ماتيا وطلعت شاهد دونجا لروان، هتخترق روان وتعدي وتحاول تصوب وتتوغل، لكن دفاع قوي، قلنا لحضراتكم ان هم بيمتازوا بالقوه البدنيه هايله. تاني روان تخترق، تاني روان تصوب، تاني روان تسجل الهدف التاني في الشوط التاني على التوالي عشان تحافظ على تقدم النادي الاهلي 16 مقابل 15 لاوتوهو. تلعب صانعه العاب دلوقتي اللاعبه رقم 17 من افيلي، اهي اللي معاها الكوره دي، وتقاطعات كلها كده لعبهم بيمتازوا وبيعتمدوا على تغيير الاتجاهات والتحركات والتقاطعات وتغيير المراكز. وكوره حاولت تقطعها امينه هشام لكن قطعت الكوره فعلا، لكن تطلع بره الملعب رميه جانب لصالح اوتوهو. تاني ثم كوره جميله اسيست هايل ولا اروع، لمت عليها الدفاع لعيبه رقم 18 زي ما بقول لحضراتكم ديان ليمبا، ولعبت الكوره على الدايره لفريدن كوها واحرزت بيها الهدف ال 16. روان في الباك ليفت لدونجا كامارا لماتيا لدونجا لروان، تمريرات كده في الخط الخلفي للنادي الاهلي لاعبات النادي الاهلي، وماتيا رايحه هتحاول بقى تعدي وتخترق وتنزل الكوره على الدايره ليه ليلى، وتعمل خداع قوي وتعمل دوران واسيست ولا اروع. ماتيا استغلت بقى ان هم لو هم عندهم القوه لكن انا عندي الرشاقه، فهي راحت عملت الدوران لمت معاها اتنين مدافعات وسابت الكوره اسيست لدونجا اللي اخترقت دونجا كامارا وصوبت، لكن كان في اعاقه معاها وحصلت على رميه جزائيه رميه 7 امتار بنالتي لصالح النادي الاهلي. دونجا هي اللي هتصوب الرميه الجزائيه وتصوب دونجا على طول على يمين حارسه المرمى في الارض الهدف ال 17. وانا شايف دلوقتي نزلت برضو ساره حسام بتدافع في الجناح اليمين وصفاره وفاول ورميه حره لصالح اوتوهو. تاني تصويبه ومنه والتصدي، تصويبه عن طريق مين افيل، وما نجحش فريق اوتوهو ان هو يحرز الهدف وياخدها هجمه سريعه جدا للنادي الاهلي، لكن بتطلب دونجا ان هي تهدي ملعبها وتنظم صفوفها. واهي اشارات مفهومه طبعا ما بين
اللاعبات وما بين الخط الخلفي. هتبتدي بقى دونجا تتعاون مع ماتيا، ماتيا تخش وتسيب لروان، وفعلا ابتدت ماتيا بقى زي ما قلت لحضراتكم ان هي تستغل الرشاقه والمرونه اللي عندها وتغيير الاتجاهات والاختراقات وتلم الدفاعات عليها وتسيب الكوره لزميلتها. وفعلا المره اللي فاتت ثابت لدونجا كمارا حصلت على الرميه الجزائيه، المره دي روان وتحرز بيها روان الهدف ال 18. وادي فاست بريك نتيجه كوره فاست بريك من مره واحده عن طريق منا بتحاول تلعبها سريعه الى امينه هشام، لكن كانت اطول من اللازم وتبقى رميه مرمى لصالح اوتوهو. تاني افيلي تقاطعات، الجناح اليمين بيطلع وتنزل الكوره على الدايره، لكن كان في دفاع من داخل الستة متر فعلا، وتحصل اللاعبه رقم 25 بلفي بولوكو اهي استلمت الاسيست من 18 ديان يمبا وتحصل على الرميه الجزائيه. وطلعت منا ونازله غاده حسام في مواجهه مين؟ هنشوف في مواجهه 13 يولاندي الوينج رايت في مواجهه غاده حسام، وتصوب وتطلع غاده تحاول تقفل المرمى لكن تحرز بيها يولاندي الهدف ال 17. ما زال النادي الاهلي محافظ على تقدمه منذ بدايه الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. كامارا، ماتيا، روان، ماتيا لكامارا، وتدخل بقى مين دلوقتي؟ تدخل امينه هشام من الجناح اهي قدام حضراتكم رقم اربعه، استغلت الزاويه المفتوحه ودخلت ووسعت لنفسها وحطت الكره ارضيه الهدف ال 19. لكن لم يحتسب الهدف ولا ايه؟ كانت ملامسه الخط، ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. وكوره تاني تصويبه وحائط صد بلوك هايل من ليلى ومن شهد، رميه جانب لصالح اوتوهو اتلعبت على طول. يولاندي توصل لفريدن، تاني يولاندي تطلع من مركزها في الجناح اليمين الوينج رايت وتلعب الكوره، لكن منا بقى منا بكل مرونه ورشاقه تنزل جراند وتحصل على الكوره رميه مرمى لصالحها، نتيجه ان هي تصدت للكوره ثبتت الكوره برجليها تماما واتلعبت على طول سريعه توصل لدونجا كامارا وتخترق وتتوغل وتصوب وتعرض، لكن كان في دفاع قوي عليها زي ما قلت لحضراتكم بيدافعوا بثلاث لاعبات على اللعيبه اللي بتصوب وتحصل على رميه جزائيه. لا هو فعلا احتسب الهدف، ادي 19 الاهلي 17 اوتوهو، ورميه جزائيه. ماتيا في مواجهه مين؟ في مواجهه 22 ياكولين نوجولو، ماتيا وتصوب ماتيا بليتكوسيتش المنتونيجريا الهدف العشرين عشان تزيد الفارق الى ثلاث اهداف، 20 الاهلي 17 اوتوهو. وطبعا يهمه النادي الاهلي ان هو يكمل الاداء الجيد اللي كان مأدي بيه هذا الموسم في الدوري المحلي سواء كان في مسابقه الدوري او الكاس. وادي تاني اوتوهو بيحاول وقطع في المراكز كده وقطع على الدايره من الجناح اليمين يولاندي اللي بتسيب مركزها من الوينج رايت وبتقطع على الدايره عشان تزود لاعيبه نتيجه النقص العددي اللي في صفوفهم نتيجه الايقاف الدقيقتين. شهد بكل قوه وبكل جراءه بتمنع اللاعبه رقم ستة، تصويبه من يولاندي بتطلع من مكانها وبتطلع من بره التسعه وبتصوب يولاندي وتحرز بيها الهدف ال 18.
20 الاهلي 18 اوتوهو. روان سعيد في الباك رايت، دونجا كامارا صانعه العاب، ماتيا في الباك ليفت، وتدخل برده الكوره للجناح هايل تخش امينه هشام تحرز لتاني مره برده هدف من الجناح. اهو شايفين المساحه واسعه قوي الكبيره قوي، وسعت لنفسها ارتقت لاعلى، بصت للمرمى ولحارسه المرمى وصوبت في الزاويه البعيده على شمالها الهدف الواحد وعشرين. تاني اوكوينا بتطلب تغيير مراكز اهي وتيجي في الباك ليفت. وتاني صفاره وفاول ورميه حره لصالح اوتون. يمكن استمعنا مشاهدينا يا الكرام في الاستوديو التحليلي بين الشوطين من الزميله مريم ومن الكابتن سلوى محمود وكابتن ياسر صلاح ان التعديلات والتغييرات اللي عملها الكابتن محمد عادل سواء كان في طريقته الدفاعيه وفي حراسه المرمى كان ليها تاثير ان هي تقلل الفارق وينجح النادي الاهلي ان هو يلعب ويوصل الى نقطه التعادل. وادي تاني يوليندا بتصوب ومتابعه عن طريق مين؟ عن طريق لاعبه رقم 10 جريس عيسى ايسي تحرز بيها الهدف ال 19. 21 للاهلي 19 اوتوهو. طبعا مهم جدا ان النادي الاهلي يبدا البطوله بفوز وبثلاث نقاط ودي هتخليه. وادي ليلى حاولت الكوره توصل لها من ماتيا على الدايره لكن دفاع قوي، شايفين قوه الدفاعات الافريقيه زي ما قلنا لحضراتكم. وادي توصل تاني في الجناح الى امينه هشام دونجا والتصويب وصفاره واتلعبت على طول. وحاولت ماتيا تاني تقطع الكوره الهجمه المرتده الفاست بريك من يولاندي. وادي على طول في ايقاف دقيقتين بيدي ماتيا ايقاف دقيقتين بالرغم ان كان فيها تعدي من يولاندي. شايفين حضراتكم حاولت تقطع الكوره ماتيا اهي شده من التيشيرت لكن كان في دفع بعد كده من يولاندي فهو اعتبر السحب او الجذب من الفانيلا ده والتيشيرت هو اللي تستوجب العقوبه وادى عقوبه على طول ايقاف لمده دقيقتين. توصل الكره في الجناح الشمال الوينج ليفت وتطلع بره الملعب وتبقى رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. منا الى روان لدونجا هتطلع منا طبعا وهتنزل لاعيبه ثانيه عشان يهاجم الاهلي بست لاعبين ويبقى مكتمل الصفوف. نزلت رنا راضي دلوقتي بقى اللي ما شاركتش منذ بدايه الشوط الثاني. روان توصل الجناح لمين؟ ليه؟ 19 ساره حسام اللي بتاخد مركز الوينج رايت وتصوب وتحصل على رميه جزائيه رميه 7 امتار. مين اللي هيشوط؟ رنا راضي. رنا راضي هي اللي هتتصدى للرميه الجزائيه في مواجهه مين؟ في مواجهه حارسه المرمى وتصوب رنا وتحرز بيها الهدف ال 22. ولسه النادي الاهلي ناقص لاعبه. يولاندي بتخش تتصدى منة الله لكن لسوء حظها يعني الكورة بعد ما صدتها كملت في الشباك لأنها كانت كورة قوية وأحرزت بيها الهدف العشرين عن طريق رقم 13 الوينج رايت يولاندي من أوتوهو الكونغولي. 22 الأهلي 20 أوتوهو وبنلعب فيه الدقيقة 15 منتصف الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام روان بالرشاقة روان بالمرونة لكن تقطعها يولاندي وتروح والمرمى خالي وزي ما قلت لحضراتكم الخطأ هيكون غالي وفعلا بينجح أوتوهو انه يحرز الهدف ال 21 ويقلل الفارق الى هدف واحد فقط. 22 الاهلي 21 أوتوهو
زي ما شفتوا في الإعادة أهي قدام حضراتكم مشاهدينا الكرام. رانا لدونجا كامارا لماتيا لرانا راضي، ونزلت دونجا على الستة متر عشان تساعد زميلتها بالحجز من على الدايرة وتخش ويخشوا في الثغرات اللي هي هتفتحها لهم، أو باستلام الكرة على الدايرة و اللي هي تلف. وادي الكرة لتاني مرة يقطعوها دفاع أوتوهو وتعمل متابعة عليها تاني واحتفاظ بالكرة فترة طويلة كده عن طريق اللاعبة رقم 6 أوجوينيا دومينجوز. يولاندي تطلع من مكانها تاني من الجناح اليمين وتوصل الكرة إلى الجناح الشمال اللي بتعمل الضغط على الواسع وتسيب الكرة وتحاول الترحيل الملعب بتغيير طريقة اللعب إلى 4-2. ورجعت يولاندي تاني في الجناح، حاولت وصول الكرة للاعبة الدايرة اللاعبة رقم 8 فريدين كوها، لكن دفاع قوي. وادي الكابتن عادل وتوجيهاته على طول، تغيير في الاتجاهات زي ما قلت لحضراتكم بيعتمدوا على التغيير في الاتجاهات والاختراقات، ومنة الله بكل مرونة وريفلكس عالي جدا بتنزل مع كورة جراند كار كده تفتح 180 درجة وتجيب الكورة برجليها وتبقى رمية مرمى وتمنعها من الوصول إلى الشباك. يلا يا بطلات، يلا يا نجمات الأهلي، عايزين نكمل هذا الشوط زي ما ابتدينا الشوط الثاني. ماتيا لرنا راضي، رنا بتحاول لكن تعمل خداع كده وتحصل على صفارة وفاول ورمية حرة، وعلى مهلها تاني تحافظ على كرتها دونجا وتخترق دونجا وتصوب دونجا، لكن دفاع قوي على الرقبة وعلى الوجه. وأهو إشارة الحكم للاعبة رقم 10 جريس، إيقاف لمدة دقيقتين. أهو شايفين الإعادة، راحت دونجا واستغلت الفراغات اللي في الدفاعات وتباعد الخطوط الدفاعية، ولكن كان معاها جريس وحصلت على صفارة فاول رمية حرة وإيقاف لمدة دقيقتين. كده فريق أوتوهو هيلعب ناقص لاعبة في الحالة الدفاعية، هل يا ترى النادي الأهلي يستغل الزيادة العددية في صفوفه ولا لا؟ وآدي دونجا كامارا رايحة تاني. تخترق، اخترقت وصوبت، كان في إعاقة معاها لكن الكرة بعد ما تصدت لها اصطدمت بوجهها. فهل يا ترى قرار طاقم التحكيم ايه؟ يكوي ان جول وهي حارسة المرمى بتشتكي من ان الكرة جت في الوجه، بس من الواضح كده ان قرار طاقم التحكيم انه ما اداش رمية جزائية. هنشوف مدي ايه وبيطلب من حارسة المرمى ان هي تطلع. وهو فعلا بيأكد الحكم ان الكورة ما جاتش في وشها، وبيقول لها ان الكورة ارتضمت بمنطقة الصدر او الكتف وبعد كده جت في الوجه، فعشان كده ما يبقاش فيها عقوبة. كانت هي بتطالب ان يبقى فيها ايقاف دقيقتين. على دونجا كامارا، وادي اهو الاير بيس على طول الحوار والنقاشات في القرار. اتلعبت الرميه الحره لصالح النادي الاهلي اللي لازم يحافظ على كورته ويحافظ على تقدمه ويحاول يسدد الهدف الثاني الزياده. وادي بتخش بقى تاني امينه هشام، خلاص فتحت الكتالوج ومسكت الريموت كنترول ليه حراسة مرمى الكونغولية لأوتوهو وأحرزت الهدف 23 للنادي الأهلي، 23 الأهلي 21 أوتوهو، وإحنا بنلعب في الدقيقة 18. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النادي الأهلي في كل مكان، فاول عكسي على الهجوم نتيجة إن هي عملت دبل دريبل
وماتيا بكل هدوء كده بتهدي الملعب تماما. ونزلت دونجا كصانعة ألعاب البلاي ميكر والعقل المفكر والمحرك للنادي الأهلي. ماتيا، رنا راضي، دونجا، والتصويب، وتبقى رمية جانب لصالح النادي الأهلي. لازم يبقى فيه تركيز أكتر من كده للاعبتنا. رنا راضي استلمت الكرة تلعبها لماتيا، هتحاول ماتيا تنزل على الدايرة الليلة، وليلة بكل مهارة تستغل ذكائها واستلمت الكرة بإيد واحدة، وقعت منها استلمتها تاني بإيد واحدة، وبرست إيديها استلمت، استغلت إن حراس المرمى، حارسة المرمى ديستيني بتنزل لتحت وهي بتتصدى، فأحرزتها برست إيديها من فوقيها الهدف الـ 24. بترد بقى دلوقتي ديان ليمبا رقم 18 اهي قدام حضراتكم بتصويبه من الثبات كده وهي بتجري، ما تلحقش منها تتصدى لها، ويبقى الهدف ل 22. 24 الاهلي، 22 اوتوهو. قلنا لحضراتكم كمان ان البطوله دي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه رقم 39 للسيدات، بتتكون من مجموعتين. المجموعه الاولى بتضم بترو اتلتيكو الانغولي ودي جي اس بي الكونغولي وموكنين التونسي وسبورتينج من مصر وفانز الكاميروني. وفي هذه الاثناء ماتيا بقى تحرز اول اهدافها، استغلت الكره اهي، حطت الدريبلايه، خدت الخطوه، صوبت من الثبات، استغلت بطء حركه حراسه مرمى اوتوهو وصوبت على شمالها الهدف ال 25 عشان تزيد من آلام وأوجاع الفريق الكونغولي أوتوهو، وتزيد من آمال وحظوظ النادي الأهلي في حسم ونهاية اللقاء لصالح. دلوقتي مستر زوران المدير الفني لأوتوهو بيلعب لاعبة زيادة، يعني بيلعب بسبع لاعبات، هو ساحب حارسة المرمى بره وبينزل اتنين فراودة عشان يحاول يثبت الدفاعات ما تطلعش تقابل. وادي في عقوبه ايقاف دقيقتين على رنا راضي لان رجليها اتحركت للكوره اثناء الكوره ما هي بيحاول يوصلوها الى الجناح، وعلى طول دي في القانون وفي العقوبات ان هي بتاخد ايقاف لمده دقيقتين. هيلعب كده تاني بقى، هينزل حارسه المرمى، وقع لاعبه اوتوهو اهي اللي قدام حضراتكم، اللاعبه رقم 6 أوجوينيا دومينجوز، نتيجة الدفاعات الأهلوية القوية. ماتيا دلوقتي بتدافع في الجناح، وأمينة هشام جنبيها في مركز اتنين، ومنة طلاب في حراسة المرمى بتتقدم وتتألق وتتصدى لشبه انفراد تام من على الدايرة، من على تقريبا الأربعة متر اهي، تتصدى بالرغم ان الكره كانت على الرجل الثابته، الا ان هي نجحت ان هي تتصدى لها وتمنعها من الوصول للشباك عشان تحافظ على التقدم. ثلاثه فارق ثلاث اهداف النادي الاهلي. ماتيا بتحاول تتوغل في الدفاعات الكونغوليه لكن دفاع قوي ويمنعها من الوصول وصفاره وفاول ورميه حره. دونجا كامارا، ماتيا، وهتصوب ماتيا تاني من الثبات لكن تتصدى حارسة المرمى زي ما قلت لحضراتكم ديستايني، وتبقى رمية مرمى رقم 16. على طول رايح أوتوهو عن طريق أوجوينيا دومينجوز وللجناح، هي توصل تاني للجناح الشمال وتخش وتوسع لنفسها من زاوية واسعة وتحرز بيها الهدف ال 23. 25 الأهلي، 23 أوتوهو. منا، وأكيد في كلام من بره من كابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى للنادي الأهلي. ابتدى فريق أوتوهو دلوقتي يعدل طريقته إلى 5-1، وتاني كرة توصل بقى إلى فرح، إلى أمينة هشام من ماتيا، واستغلت وصوبت ووسعت لنفسها واحرزت زي ما قلت لحضراتكم
جابت فتحت الكتالوج وفتحت صفحه اوتوها، ومنا بقى دلوقتي فتحت صفحه ديان ليمبا برضو مصوبه وقاذفه اهداف اوتوهو اهي، راحت للكره هي عارفه شيطها فين ورايحه لها منا بكل ذكاء وكل دهاء، يعني تمنع الكره بين الوصول للشباك وتحافظ على فارق التلات اهداف لصالح النادي الاهلي، واحنا بنلعب في الدقيقه 24 مشاهدينا الكرام. كره على الدايره من ماتيا الى مين؟ الى 19 ساره حسام اللي قطعت من الجناح اليمين ونزلت على الدايره، وفي وقت مستقطع تايم اوت بيطلبه الكابتن محمد عادل عشان يحافظ على تركيز فريقه اللي بادئ بتركيز عالي فعلا منذ بداية الشوط الثاني وبيأدي أداء فيه القوة وفعلا فيه روح الفانيلا الحمراء وعزيمة الأبطال. وآدي حوار برضو ما بين الكابتن سامح محمد عبد الوارث وماتيا، توجيهات برضو أهي والكابتن هشام عبد الوهاب، وبيطالب وبيأكد على اللي هيعملوه في تقريبا الست دقائق ونص او الست دقائق و35 ثانية اللي متبقيين من زمن واحداث الشوط الثاني واللقاء. والنادي الاهلي زي ما هو دلوقتي، ونزلت دلوقتي ملك احمد في الباك رايت الظهير الايمن، وفي النص دونجا كامارا، ولسوء الحظ اختراق ولا اروع من روان سعيد، لكن تصوبتها ترتضم بالقائم ويلمها الدفاع الكونغولي ويروح هجمه مرتده سريعه اهي عن طريق مين؟ عن طريق اللاعبه رقم 25 بلفي. وادي ماتيا تخترق وفاول عكسي على ماتيا، وكده قلل الفارق الى هدفين، 26 الاهلي 24 اوتوهو. تاني بيحاول اوتوهو عن طريق اللاعيبه رقم 4 فيها يوما اللي بتلعب اهي في نص الملعب كصانعه العاب، تخترق وتتوغل تصوب وتتصدى منه وتبقى بره الملعب ومعاها صافره لفاول ورميه حره من على خط التسعة متر. هيتلعب الرمية الحرة وبنلعب في آخر الدقيقة 25 تغيير اتجاهات، وآدي هيبقى فيها إيقاف دقيقتين على مين؟ على نصرة اللي لسه نازلة ما لحقناش، لازم إن كان فيها دفعة وهي بعد ما عدت منها، فنصرة برضو مدت ايديها على كامل امتدادها وبقت ومنا بكل جسارة وشجاعة، وهي اهي تقريبا من على 4 متر منا بتطلع بره وتتصدى وتقفل المنطقة تماما وتقفل تاني لتاني مرة، منا بتتصدى وتحصل على تحية وتشجيع كل الحاضرين. وادي الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومستر منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمير رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، حاضرين في المقصورة الرئيسية بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي، بيتابعوا اللقاء اللي تسيده النادي الاهلي منذ انطلاق الشوط الثاني حتى اخر الدقيقه 26، وبنلعب في الدقيقه 27 مشاهدينا الكرام، متبقي اقل من 4 دقائق، والاهلي 27 مقابل 24 اوتوهو الكونغولي. ماتيا قلت لحضراتكم خلاص الريموت والكتالوج والمانيوال بقى مع امينه هشام. ماتيا هي بتلم الدفاع تدي الأمينة، أمينة تخش توسع تبص تحرز تسدد تصوب تسجل، 28 الأهلي 24 أوتوها.
وادي كان فيه برضو دفاع كده من 44 شهد الشواربي على لاعبة أوجوينيا دومينجوز، وتحصل على رمية جزائية. متبقي 3 دقايق ونص تقريبا، هنشوف الرمية الجزائية. يولاندي ومنا، يولاندي، وواضح ان منا قفلت الارسال ومنعت الاشارة ومنعت البث المباشر الى الشباك الاهلوية، واصبح خارج حدود الملعب وبره الثلاث خشبات بعد اهدار رمية الجزاء ورمية السبع امتار لفريق اوتوهو الكونغولي. ماتيا لملك احمد اللي في نص الملعب، لروان سعيد اللي جت في الباك رايت. ماتيا لملك، هتحاول ملك تخترق وتصوب، لكن ما كانتش بوضعها التشريحي المظبوط للتصويب على المرمى، وكان في معاها دفاع قوي وصفاره وفاول ورميه حره. وادي ماتيا بتطلب من شهد الشاربي على الدايره تقف عند مركز 2، وتطلع الكوره لماتيا، حاولت تعملها للجناح لكن دفاع قطع الكوره، وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. ماتيا تاني على الدايره، تتقطع تاني وتروح مين؟ أوجوينيا دومينجوز رقم 6 تحرز الهدف ال25. مشاهدينا الكرام، 28 الاهلي 25 اوتوهو، بنلعب في اول الدقيقه 29، يعني متبقي ثاني دقيقتين تقريبا، دقيقتين الا 10 ثواني على او دقيقه و50 ثانيه على نهايه الشوط الثاني والمباراه. ان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يحافظ على تقدمه وعلى تصويباته كده، ويهدي ويحافظ على كورته. نهدى يا رنا، نهدى يا ملك. وادي الكابتن محمد عادل على طول بيطلب الوقت المستقطع في وقته وفي اوانه وفي زمانه. فعلا دقيقه وسبعه وعشرين ثانيه متبقي على زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه، وفارق 3 اهداف. طبعا ايه اللي بيقوله الكابتن محمد عادل؟ هيطلب اطاله زمن الهجمه، هيطلب التحركات، ما يبقاش فيها تمريرات مستعجله وفيها استعجال، لازم ان احنا نروح ما نخلصش الكوره الا وهي هدف مؤكد، عشان نزيد الفارق الى 4 اهداف، وبكده هنقدر نقول مبروك الى نجمات وفريق النادي الاهلي اول 3 نقاط في هذه البطوله. النادي الاهلي قلنا في المجموعه الثانيه اللي بتضم اول اغسطس او بريميو دو اغسطو الانجولي وهيبيتاك الكوت ديفواري والاهلي المصري واوتوهو الكونغو والنواصر المغرب وانسحب فاب الكاميروني. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم. ملك روان في الجناح، وتخش بقى دلوقتي بنجاح سارة حسام الهدف ال29 لصالح النادي الاهلي، عشان تزيد زي ما قلت لحضراتكم من آلام وأوجاع اوتوهو اللي بيرد بالتصويبه سريعه وهدف سريع الهدف ال26. فارق 3 اهداف حتى الان، 29 الاهلي 26 اوتوهو. متبقي دقيقه على زمن ونهايه الشوط الثاني والمباراه اعزائي المشاهدين. وتاني ملك بتحاول تخش وتحصل على صفاره وفاول ورميه حره، 50 ثانيه تقريبا. مشاهدينا الكرام، روان سعيد لملك لرنا راضي لملك، هتحاول ملك وتخترق ملك وتصوب ملك، لكن صفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي واشاره اللعب السلبي، وبتستفسر كده منه شهد على متبقي قد ايه، لان اشاره اللعب السلبي مرفوعه اهي زي ما حضراتكم شايفين، ايد الحكم اليمين فقال لها 4 تمريرات. رنا راضي للمانيوال بقى بتاع مسجله ومحرزه اهداف النادي الاهلي امينه هشام، تحرز الهدف ال30. مشاهدينا الكرام، مبروك النادي الاهلي وهارد لك اوتوهو الكونغولي، ومعاها صافره نهايه احداث اللقاء مشاهدينا الكرام بفوز
النادي الأهلي وحصوله على أول ثلاث نقاط في هذا في هذه البطولة، بطولة مهمة، لقاء قوي، أداء ولا أروع فعلا. نصر الأهلي يعلق حاليا وعاليا في منافسات السيدات حتى الآن. مبروك النادي الأهلي، مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك الكابتن محمود الخطيب، مبروك كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بدون ما ننسى حد، مبروك الكابتن محمد الغزاوي بصفته هو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مبروك الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، مبروك كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، مبروك الجهاز الفني للنادي الأهلي كابتن محمد عادل وكابتن محمد عبد الوارث وهشام عبد الوهاب وخالد عثمان وكل الجهاز الفني، مبروك كابتن حسن حمدي وسيادة الوزير كابتن عمري فاروق. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، ومبروك لكل جمهور النادي الأهلي. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، وإن شاء الله نلقاكم في لقاءات قادمة لفرق النادي الأهلي في كأس الكؤوس الأفريقية وحصول النادي الأهلي على أول ثلاث نقاط في هذه البطولة. حظ أوفر في اللقاءات القادمة إن شاء الله لفريق أوتوهو، وبالتمنيات للتوفيق ومنصة التتويج للنادي الأهلي. شكرا لحضراتكم، وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، وينتقل الميكروفون الآن إلى الزميلة مريم سبيح وضيوفها الأعزاء، فإليهم الميكروفون.